أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عن خالص تمنياته لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والسيدة حرمه بالشفاء العاجل بعد إصابتهما بفيروس كورونا وتجاوز هذا العارض الصحي متمنيا جلالته للرئيس الامريكي موفور الصحه والعافيه لمواصله قياده جهود الولايات المتحده نحو العمل على مكافحه هذا الوباء على مستوى العالم لصالح الانسانيه جمعا